عبراتي ما تلحق بالركض والحودي على هالغدو من سيوف الظلم بالحودي عجلب خطاك ومسيرك حيل يا الحادثة نصل ديرة عمام شيوخ وقاعي وبشوف الأحباب ينهض قلب وقاعي من كثر ما ضحت وشربت دم القاعي صارت رمز للشهادة قرية الحودي من كثر ما ضحت وشربت دم القاعي صارت رمز للشهادة قرية الحودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين، يحياكم يبياكم يطبتم طاب ممشاكم في برنامجكم وبرنامج العائلة العراقية المتعارف عليه برنامج تراحيب. اليوم حلقة أشبه بالحلقة الخاصة، أوفدتنا إليها قناة سامراء خصيصا من أجل أن نلتقي بشخصية من شخصيات العراق المعروفة، وأنتم تعلمون أن المعرف عند العرب لا يعرف، المعرف لا يعرف، لكن حتى ندخل في طيات الحديث على السريع لأن دقائق الوقت اليوم 50 أو 55 دقيقة التي سوف يمنحنا إياها المخرج سوف تكون ثمينة جدا، وسنستثمرها غاية الاستثمار غاية السرور والسعادة أن نلتقي مثل ما قلت بشخصية من شخصيات العراق المعروفة والمشهودة، الشيخ اللواء عبد الرزاق مجبل على الوقاع، أمير وشيخ عام قبيلة الجبور في نينوى، وأحد أبرز ضباط محافظة نينوى المعروفين، الأول أقدم ضابط في محافظة نينوى، ومن القلائل اليوم الذين يعدون على الأصابع في ما يخص عمره في العراق. دائما من ألتقي ببرنامج تراحيب يا جماعة الخير، وأنتم تعلمون أني تقريبا قدمت أكثر من 60 حلقة، نلتقي بمشايخ ونلتقي بعشائر عربية وعشائر عراقية أصيلة، لكن اليوم الشخصية التي سوف تتحدثنا ونتكلم معها الشيخ أبو حاتم شخصية جمعت بين المشيخة والإمارة والسياسة والاجتماع والأعراف والعسكر في نفس الوقت. أجمل ترحيب يليق بالشيخ اللواء عبد الرزاق مجبل على الوقاع، أمير وشيخ عام قبيلة الجبور في العراق، الشيخ عبد الرزاق أبو حاتم، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا وأشكرك. أنا والله اليوم مسرور حقيقة، سرور بالغ بحكم أنه قدمت تقريبا 60 حلقة، برنامج تراحيب صار له 1.5 سنة شيخنا العزيز، وكل ما ألتقي بمضيف كل ما ألتقي سجلت مع إحنا العراق 18 محافظة أنا لحد الآن متجول في تقريبا 8 محافظات، ما أن أجلس بمضيف إلا ويسألوني على الشيخ أبو حاتم، فأنا تقريبا 60 مضيف مسجل بهن، ف60 سلام من 60 مضيف، لكن أبدأ من الأخير، خصك بتحايا وسلام أهلك اللي سجلنا عندهم بالفرات الأوسط، شيخ ثائر المخيف الكتاب أبو أمير، وسجلنا في الكوفة عند أهلنا النجف، وسجلنا في كربلاء أهلنا العبودة، كل أهلنا الجنوب اللي التقينا بهم حملوني للشيخ عبد الرزاق المجبر الوقاع تحية وسلامة، فهذا من باب الأمانات، وحتى يعني أخرج آخر أمانة من رقبتي اليوم، وصلني بيت عتابة أهدو لك أهلك شويخ، بيت مهدات من أهلك شويخ، أي والله من مرشد اليوسف الحمادة أبو شهد، يقول أبو شهد يقول هل البدرة تجلى بسمة والقاع، هل البدرة تجلى بسمة والقاع، وهل مؤجن يطم سدود والقاع، هل نسل الإمارة ظن وقاع، 3 أنعام يا زاكين الأنساب، 3 أنعام يا زاكين الأنساب. فأنا للأمانة أنه كل من ألتقي بي حملني لك تحية وسلام. فإحنا اليوم برنامج تراحيب في هذا المضيف العامر، والحقيقة أنا حتى أستثمر الوقت وأبدأ بالسؤال اللي يعني أحب أنه يكون رسالة من حضرتك، الحمد لله على تحرير محافظة نينوى مدينتك ومسقط رأسك، ويمكن اليوم الدماء اختلطت العربية والكردية والتركمانية بكافة أطيافها، البيشمرقة والأسايش وأهلنا الجنوب اللي جو فزعوا بالحشود لكن قبيلة جبور كان لها الدماء الأكثر الزكية الطاهرة، وهن الوقاع يعني ما تعد ولا تحصى دماهم اللي سالت في محافظة نينوى. البداية لك شيخنا الكريم أبو حاتم، فماذا تحب أن تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سنشد عضدك بأخيك، في الجمع قوة وفي التفرقة خسارة،
وأني أشكر الفضائية السامرائية لتجشمها عناء السفر والمجيء إلى هذه الديار. تشرف والله، أنت تشرف شيخنا. وأهدي تحيتي إلى الجنود الذين سارت دماءهم في تحرير نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالة، وأشكر كل أهلنا من عشائر الجنوب الذين أوفدوا أولادهم لتحريرنا من طقمة داعش. وكذلك أنا أشكرهم أنه الجندي منهم تقاسم الخبز ويا المهجر. والشكر موصول إلى المرجعية الدينية التي كان لها الحظ الأوفر في تحرير العراق، وإلى القادة الجيش كافة، وإلى القائد العام، وإلى كل العراقيين. وأنا أهن نفسي أولا، وأهن العشائر ثانيا، وأهن أهالي نينوى بهذا التحرير وهذا الإنجاز الإنجاز اللي صار بالدماء. فإحنا كنا جنود لهذا الوطن، ولا وطن إذا لم يكن هناك مضحين ومنطين دماء. فإن شاء الله، إن شاء الله يا رب، على مر الزمن أنه العراق يبقى عراق، والعراق من أحسن بقاع العالم، ما شاء الله، حيث أنه الأسماء الحلوة هي بالعراق، والكرم بالعراق، والدين بالعراق، والشجاعة بالعراق، والعلم بالعراق. والعراق هو اللي السباق الأول عندما يحين الخطب للدفاع عن الأراضي العربية وعن الأراضي الإسلامية والأرض. وأيضا الشكر موصول للبيشمرق الذين ضحوا، والشكر موصول إلى كل من ضحى. وإحنا عجبور من صار التحرير بدأنا في القيارة، وقبل وعند دخول الجيش ثاروا أهل القرى للتحرير قبل أن يوصل الجيش. وأعطينا من الشهداء من قيارة إلى الحوض والزاقة والزاوية ما يقارب 250 شهيد، بين طفل وامرأة وعجوز وشيخ. وهذا ما يتأتى عن، وإنما يتأتى عن الشجاعة والإقدام والشسمة. والأجبور بصورة خاصة، وأني أشكر كل العشائر العراقية، لأن العشائر العراقية كلها متساوية في العطاء والوفاء والشسمة. يا سلام. وأشكر عشائر الجنوب وأهل الجنوب الذين أرسلوا أبنائهم للدفاع عن العراق، وغيروا النظرة اللي كانت معتمة، والآن أصبح الضياء واضح والفجر أدهج. ونشكركم على هذه الجية والمسيرة. شيخ عبد الرزاق أبو حاتم، قلما تجتمع المشيخة والعسكر والسياسة والاجتماع يعني في شخصية، تعرف بحكم أنه كل إنسان والتزاماته، وكل مولود يعني ميسر لما خلق له. لكن شيخ عبد الرزاق المجبر الوقاع دخل العسكرية بال 1962، تخرج ملازم، وهو اليوم برتبة لواء، لكن يمكن هو أعلى من اللواء حسب معلوماتي، ومارس السياسة من الخمسينات، واجتماعي نراه في مجالس العزاء، ونراه في الأفراح، ونراه في الجنوب، ونراه مع أهلنا الكرد، وسنتطرق لكل هذه المسائل. ما هي الميزة التي خصك الله بها شيخ عبد الرزاق؟ يعني نبذة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كملت الدراسة الابتدائية في قرية اسمها قرية الزاوية. الزاوية. وكنت يوميا أمشي أنا وأخوتي لمدة ساعة من صباحا، لنذهب إلى المدرسة ونجي مدة ساعة. وكملنا المتوسطة في الموصل والإعدادية في الموصل. وقم أنا وأبناء عمامي أول مظاهرة خرجنا بها بالموصل في حرب قناة السويس. قناة السويس. وكانت مظاهرة قوية جدا، وكنا في المدرسة الغربية، وكان الطلاب العرب يشكلون بها حوالي 80%. ولهذا المظاهرة مالتنا صارت على الطريقة العشائرية بهوسة. الله الله. فالشيء الثاني، أنا ما مشيت ويا والدي، فقعدت ويا الملك فيصل الثاني، ويا نور السعيد، ويا فاضل الجمالي، ويا مع كل رؤساء الجمهوريات المتعاقبة. يا سلام. و
ودخلت الكلية العسكرية وتخرجت منها سنة 1963 برتبة ملازم، وقد اشتركت في عدة حروب من ضمنها حرب 67 و 73 وحرب القادسية. أكل يوم من دورتك 63 وكل موجودين، ودورتي تقريبا كلها شهداء. شهداء الله، من كم قدم العراق من دماء وشهداء يعني شيخ، حتى متى هذه الدماء تسيل؟ والله الدماء متوقفة على السياسيين. كلما كان السياسي ناضج وسياسي كلما أبعد الشر عن شعبه، وكلما السياسي كان يعني يريد السياسة وطامع في الكرسي فيدفع الضريبة للشعب. يا سلام. أنا ويا والدي وصدام حسين، والدي الشيخ الوحيد في العراق اللي ما كرم صدام حسين للأسباب التالية. أولا عارضوا على حرب الشمال. على حرب الشمال. الشيء الثاني حاربوا على الحرب الإيرانية. والنقطة الأخرى دزلوا مدير عام من وزارة الإعلام سألوا أنه شلون هم رادوا يجيبون الكويت في سنة 1957 ليكون القسم الثالث في الاتحاد الهاشمي. فأجابه هو فقال له بالحرف الواحد: جئت تستطلع رأيي وإلا تعمل به؟ قال: لا نعمل به. قال له: سلم لي على أبو عدي الكويت سبب سقوط الدولة العراقية، والكويت سبب سقوط عبد الكريم قاسم، وإذا مد يده أبو عدي إلى الكويت يسقط. فكان كانت ضربة يعني غاضبة بالنسبة لصدام حسين. الشيء الثاني، الشيخة أول قيادة هي هبة من هبات الله. يا سلام. والشيخ لا يعين ولا ينتخب. الله الله الله. فأني شو اسمه بالنسبة لعائلتي بيت رئاسي منذ 600 أو أكثر من 600 سنة. ما شاء الله. وسكننا العراق وأعطينا الضحايا، وكان جدي زرزور قائد الجيش أجبور في حرب الحمر والزوية. الله. وكان الشيخ عبد ربه هو الشيخ وانتصر وجبور على هذه الشيء، وأيضا أنه مأثر في المثلث العراقي التركي. الله الله. حيث أيضا شاركنا فيها. ف الشاعرة قالت: شثح بارودهم غرب العمادية. الله الله. ثانيا أجبور من العشائر الممتهنة الزراعة ومن العشائر المقاتلة. يا سلام. ومن العشائر اللي دماءها سالت على أرض فلسطين وعلى قمم الجبال وعلى الساحة الشرقية وفي داخل العراق. ما شاء الله. لليوم شيابنا وعجايزنا والجيل هذا اللي حتى يقرأ ويتابع أيضا، وش قصة هذا السالفة اللي قالت عجة وفايته؟ هذه ما قصة هذا عجة وفايته؟ في توفى جدي زرزور، وكان أجدادي وقاع وعزاوي صغار، وأمهم مضحى القواس. الله الله. من العابد السلطان. الله يرحمه. قرايبها استلم المشيخة فدز عليها الخادم ماله، قالها: أريد ذبيحة يريدها الشيخ. الله الله الله. يعني بالإرادة بالقوة. فقالت له: تفضل. فمن دنق على تأخذ الذبيحة ضربته بعمود البيت. وأخذت أطفالها ورحلت إلى منطقة الزاوية. وراحوا وياها الصالحة السلطان. هم مشوا وياها. فسكنت هذه المنطقة وفلحتها وجدت الزراعة راس. بعدين صارت مجاعة. فكانت وفود المجاعة تجي تأكل وتشرب. آخر شيء جت قافلة من البدو. فوقع عزاوي كان هو الابن الأكبر. فاندار على أمه، وكان بيت شعر قسم منه مضيف والقسم الآخر خضرة للبيت. فسأل أمه، قالها: يوم جونا خطار وإحنا ما عدنا شيء. قالت له: ابني تقبع لها عجة وفايته. الله 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 الله. وهذول البدو كانوا تصنتون. فيقال أنه دزت على الخبازات وقال: أسجر التنور، عدا تنانير سبعة.
فجدتي واحدة من الخبازات قالت لها عم انت ما عندك شيء غير الخمرة أسجرين، فخلت قماش أبيض وقالت بسم الله. يقال أنه ظل الخبازات يخبزن من الصبح إلى العصر، ما شاء الله. فهذه تناقلوا العجة، بعدها صار علي الوقاع هو الشيخ العام وشيخ باب، وبعد جاء ابنه. وحقيقة في تشكيل الدولة العراقية في سنة 1921 دزوا على جدي علي الوقاع أن يصبح ضابط، فما قبل أن يكون ضابط، قال أني شيخ وما أقدر أمارس المهنة، وأنطى والدي المكانة وهو يتابعها. ووالدي أصبح نائب من 1947 إلى 1958، وصار نائب أيضا بالاتحاد الهاشمي، وكان محلل سياسي، وكان سياسي من الطراز الأول. و شيخ مجبر الوقاع، إذا تسمح لي شيخنا، شيخ مجبر الوقاع كان يتميز أيضا يعني بعلاقات اجتماعية واسعة جدا، ويمكن أكو صور راح نأخذها بعد الفاصل إن شاء الله حتى نتطرق القسم منها وبذكريات وشيء. الميزة اللي كان يمتاز بها شيخ مجبر الوقاع، كثير من الناس اللي نلتقي بهم على أن رغم أنه شيخ والمعروف عن الشيخ أنه كثير من الأبة، لكن قالوا كان رغم مشيخته لكن كان بسيط، يقعد مع الفقير ومع المسكين ويزور الأرملة ويمشي مع الناس، وما يعني ما كان يعني ماخذ المشيخ يعني هو شيخ، لكنه على خلاف اللي يعني فد مما حتى نشوف الأجيال هذه اللي جت متأخرة عن شيء نبذة مما يعني من ذاكرتك مع الشيخ مجبر الوقاع. مجبر الوقاع شخصية لا تعوض، وشخصية حليمة، وشخصية كريمة، وشخصية اجتماعية من الطراز الأول، وكان إذا جاء من مجلس النواب هو اللي يذر البيدر ويذر الشسمه ويشتغل بالبيت. وحقيقة هو نائب وكان بيته من طين، وكان يعني متواضع جدا، لأنه أخذ التواضع والشسمه من أبوه أجداده الوقاع. ما شاء الله. الشيء الآخر كان يجلس ويا الأطفال، وكان يعني يغضب إذا أحد أزعج طفل أو أزعج الله. وكان يجلس ويا كل واحد ويمشي ويا كل واحد، وأيضا ما كان يميل إلى الجانب المادي. يا سلام. وله اللمسة الشسمة، لأنه عندما صار نائب ما كان في المنطقة من الموصل إلى الشرقاط ولا مدرسة عدا مدارس السكك، ففتح المدارس وفتح المستوصفات وشجع التعليم وشجع وأيضا فأفاد المنطقة، أجاب معمل التصفية مع القيارة سنة 1952 مصفى القيارة، وفي سنة 1957 حصل ميزانية للقيارة تقدر ب7 ملايين دينار في وقتها، لبناء أولا القرى العصرية وبناء مصفى اللي أخذوه وهو مصفى البيج الحالي، فكان هو القيارة، وبناء الجسر القيارة، ولبناء المدارس وبناء الشسمة. لأنه ولكنه عد وفاته العراق بأجمعه إجا عز مجبر الوقاع، حدث تاريخي حيث أن كل إذاعات العالم عزت مجبر الوقاع، وكل رؤساء العالم عزوا صدام حسين بوفاة مجبر الوقاع. فكان حدث يعني له الأثر على قبيلة الجبور، وله الأثر على القبائل الأخرى، لأنه كان متواصل مع عشائر الجنوب، ولا زلنا متواصلين ويا عشائر الجنوب، لأنه عشائر العراق مزهرية، لونها أخضر أحمر أصفر، لكن من تشتمها راحتها عراقية. يا سلام. إذن أنت توصي بالتواصل مع العشائر من خلال أنه أجدودنا أسسوا لعلاقات اجتماعية وطيدة قوية. اليوم إحنا بحاجة إلى هذا، ولهذا إحنا آني أيضا الشكر موصول إلى الإقليم وإلى رئيس الإقليم وإلى حكومة الإقليم اللي أمنت لنا مكان آمن. الله الله. ولولا هل المكان هذا أين نذهب؟ فاحتوتنا رغم كثرتنا ورغم ملاييننا ورغم هذا، وساعدتنا وأنطتنا البيوت والكهرباء والماء والأمان.
ما شاء الله. وحقيقة عزونا أكثر ما إحنا عزينا نفسنا. يا سلام. أحد اللقاءات بحكم أنه أنت الآن يعني استلمت المشيخة بعد الوالد أنه صدام حسين، قال لك ترى مجبر الوقاع كان معارض لدخول الجيش العراقي للكويت كوصية. حقيقة قبل حتى عدنا نتطرق بها. هذه دز صدام حسين مدير عام من وزارة الإعلام. من وزارة الإعلام. إلى والدي. يسألوا شلون الحكومة الدولة العراقية رادت تجيب الكويت ليكون عنصر ثالث بالاتحاد الهاشمي، العراق الأردن الكويت، خاطر إذا يصير تصويت يصير أكثرية. فسأل والدي قال له صدام حسين سلم عليك يقول لك شلون أنت تجيبون الكويت، فأجابه بما يلي: هل جئت تستطلع رأيي لو تعمل به؟ قال له لا نعمل به. قال له سلم لي على أبو عدي، الكويت سبب سقوط الدولة العراقية، والكويت سبب سقوط عبد الكريم قاسم، وإذا صدام حسين مد يده على الكويت يسقط. فزعج صدام حسين، لكن بعد رجوع الجيش من الكويت مكسور يوم من الأيام وإذا التلفزيون العراقي في البيت، بيتنا بالحوت. فجانا المدير التلفزيون قال الرئيس يقول أريد نصور مجبل الوقاع في غرفة نومه شلون يأكل وشلون يقعد وأريد نطلع مسلسل. يا سلام. وحقيقة قبل الاحتلال بشهر دز علي أني، فسألني قال لي شيخ عبد الرزاق أنت تعرف ليش أنا دزيت عليك؟ قلت والله سيدي ما أعرف يعني أنت. قال لي أنا دزيت عليك لأن والدك نصحني ما أروح الكويت لكن ما سمحت النصيبة النصيحة والآن أنا الميمشة جواي وما رايح أبقى شهر. الله. يعني هذا هالمقولة هذه أو هل أعلنوا عن الرأي العام خاطر أكون أنا مذنب. الله 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 الله. يا سلام. حتى نأخذ فقرات أخرى وعلاقات أيضا يعني ما بعد أنه في 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 قاموس العرب إذا راح منا سيد جاء آخر قول بما قال الكرام فعولوا، ويا رب إن شاء الله يعني الرحمة والخلود حقيقة لكل هذه الشخصيات اللي كانت لها يعني نبراس. ناخذ فاصل وبعد الفاصل حتى نتطرق لقسم من هذا التصاوير اللي موجودة والذكريات الحلوة. أحبة المشاهدين والمتابعين، المخرج أوعز إلي بفاصل يسير، ناخذ هذا الفاصل وبعد الفاصل راجعي لكم لتكملة فقرات برنامج ترحيب مع الحلقة الخاصة اليوم والمميزة مع اللواء ومع الشيخ واللواء أمير وشيخ عام قبيلة الجبور في نينوى الشيخ عبد الرزاق أبو حاتم. بعد هذا الفاصل فابقوا معنا وحياكم الله. اهلا ومرحبا بكم احبة المشاهدين والمتابعين، حياكم الله. شيخ عبد الرزاق، الذكريات واللقاءات الجميلة، وفعلا انا شفت التصاوير قبل التصوير الشيخ مجبر الوقاع مع رؤساء دول عربية حتى مو على مستوى يعني رؤساء الحكومة العراقية. نقدر نشوف قسم من هذا التصاوير وتحدثنا عنها؟ نعم، هذه الصورة الأولى للشيخ مجبر الوقاع مع الملك حسين ملك الأردن عندما جاء العراق. أكو تاريخ لها تقريبا بأي سنة هذا اللقاء؟ والله هي بال يمكن بال 57. بس 57؟ أيابا جميل، مكتوب بس 57. ما موجود. تم 1955. 55. أي هذا التاريخ مالها. والصورة الثانية آخر مناورات للجيش العراقي في بيخال سنة 1957، وهذا موضع دفاعي فيه جندي جبوري. جندي جبوري. فجاء الملك قال له تعرفني من أنا؟ قال له أنت القائد العام. الله الله. قال له أنا أمرك تخرج من الموضع. الله. قال له أنا ما أتمر بأمرك،
أني أستلم أوامري من آمر فصيلي. الله. وكانوا الوفود الصديقة موجودين فتعجبوا بضبط الجيش العراقي وتدريبه القوي. يا سلام. وهذا الصورة كان 1955. أي. الله. وهذه الصورة والدي في سنة 1952 تأمم النفط بإيران. 52. فصعدت حصة الدولة العراقية من النفط من 15% إلى 55% إلى 45%. الله. فالحكومة العراقية شكلت وفد نيابي لشكر الحكومة الإيرانية. يا سلام. ومن ضمن الوفد والدي. فمن جو الإيران والدي سأل قال أنتوا هالعملية هذه احنا نشكركم عليها لأن أفدتوني بها، لكن أسألكم اخترتم من لهذه العملية لقيادتها؟ قالوا اخترنا دكتور مصدق. قال ليش اخترتوه؟ قالوا اخترناه لثلاث أسباب. أولا لأنه من العائلة القاجارية اللي الشاه سلب التاج وهذا يعمل. ثانيا دكتور علم وهذا يعمل. ثالثا زنجين ميبوب وهذا يعمل. فجوي من السماء. وهذه صورة الاحتفالات إحدى المدارس كان الشيخ مجبر الوقاع يلقي كلمة. ما شاء الله. ما شاء الله. وهذه صورة لوصفي طاهر كان مرافق عبد الكريم قاسم ومشتاق طالب سفير العراق في تركيا. يا سلام. وهذا خطاب العرش. الله. الأخرى. إيه هذا والدي ويا نور السعيد. ويا نور السعيد. إيه هذه الصورة باجتماع قبيلة جبور سنة 1991 وقاد المؤتمر والدي وألقى الكلمة فيها، وكان من ضمن الكلمة جملة والدي يقول بها العراق يعتبر بروسيا البلاد العربية. يا سلام. فودوها الكلمة لصدام حسين جرج جواها ثلاث خطوط حمر. قال أني كل شيء بس مثل عقل مجبر الوقاع ما هذه الكلمة ما جبت. ما شاء الله. هذه صورة شيعي سني كردي. الله. إلها شيعي نقدر نعرفه من هو؟ من شيوخ قلعة سكر. الله الله. وهذا الله. صديق ميران أغلى غاوات من الخوشناو. الله الله الله. وهذا مجبل. فالمعارضة العراقية في العهد الملكي. نعم. أصرت أن يستقيل نور السعيد من الوزارة وتجيب وزارة شبابية، فالوزارة ما قدروا شكلوها لمدة 6 أشهر. آخر شيء المعارضة جو على والدي قالوا له أرجوك تشكل وفد وتروح تجيب نور السعيد شكل الوزارة. يا سلام. فمن راحوا عليها الثلاثة كان هو الرجل بيته يغسل بسجار، فقالوا لهم جيتكم هذه علي بها إن لكن فوتوا بالغرفة الخطار أروح أنا أسوي لكم مكوى لأن أم صباح راحت تشوف ولدها وعندي شرطي زوجته مريضة راح. فقالوا له باشا إحنا نريدك ترجع. قال أنا أولا أصبت بالطرش، الشيء الثاني إحنا ذا ما ندرب شبابنا ونخلي شبابنا يتدربون ويشكلون هذه، إذا إحنا مستولين على كله ما نفيد العراق لكن خلوا. بس قال كلمة لهم، قال لهم أني والملك فيصل الثاني صفينا كاشي العراق بالمنقاش والآن قاموا يهدمون بي بالشاكوش وما أدري إيش وقت ينتهي وقبري ولو أعرف أني بالعراق ما لي قبر. فالكلمة هذه ظلت شو اسمه. يا سلام. لعله آخر صورة أو ما قبل الأخير حتى أستثمر الوقت وأسألك. هذا الشيخ عبد الرزاق الملك فيصل الثاني. الله. والملك حسين ووالدي. ما شاء الله. تأجيب لك هذا سفير الترك بالقيارة. الأتراك. إيه. هذا ويا صدام حسين. ها ها ها. هذا الشيوخ الأجبور البنجاد.
البنجال اللي مشوا ويا نقدر نستذكر قسم من 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 الشخصيات. اي هذا حسن اسماعيل، عبد الكريم البنيان، الله الله، حسين الاحمادي، وهذا كان مدير ناحيه الشرقاط وهذا والدي. الله 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 الله. اجيب لك صوره هذه صورة إلي في أحد المعسكرات. في أحد المعسكرات. دزوا علي هذا شو اسمه المرافق مالي. الله الله. هذا والدي ويا قائد القوة الجوية. هذا والدي تكلم ويا علي حسن المجيد. أكو صورة مال الميكادو. الميكادو إيه والله سولفنا عنها شيخ. هذا إجا القيارة وهو يحب الآثار. وبات عندنا بالبيت. ايه؟ وكان يعني ولي عهد. ف هسه هو امبراطور اليابان. امبراطور اليابان يا با يا با. هذا الوفد السوري من اجى تسوي وحده ويا العراق بال 1957 برئاسه اكرم الحوراني. الحوراني ف بوقتها السعوديه احرفت الوضع الى الاتحاد ويا مصر. شوف هذا الوفد وهذا اكرم الحوراني. هذا نور السعيد وهذا رئيس مجلس النواب وهذا شيوخ العشائر. الله 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 الله. هذا الميكادو. الميكادو الله. بالقيارة هذا والدي وحد خوالي وهذا مدير شركة النفط. يا سلام. فجاء عندنا كان محب للآثار. مكتوب التاريخ 1956. أي 56. الله. 56 جاء للآثار. يا سلام. اللي كتبوا على مجبر الوقاع محاضر مجلس النواب عدنان سامي نذير دور النواب اللواء الموصل في البرلمان العراقي خلال العهد الملكي من 25 إلى 58. دكتوراه كلية الأداب جامعة الموصل. عمار يوسف عبد الله ماجستير جامعة الموصل. مد الله عبد الله محسن الجبوري مدينة الشرقاط دراسة في جغرافية الحضر. منشورات الجامعة مقابلات والوثائق. يا سلام. هذه برقية من جدي علي الوقاع وجدي طابور باشا. أها. وشيوخ عشائر جنوب الموصل إلى الملك فيصل الأول والمندوب الثاني من تركيا طالبت بضم الإقليم الشمالي إليها. الله. فكتبوا الله. إلى الملك قالوا للموصل عراقية. الله. وما ننطيها حتى آخر قطرة من دمائنا. ومن جهة الأمم المتحدة صوتت أنه الموصل عراقية. الله. ولهذا ظل والموصل والسليمانية يا سلام عليه. هذا في عهد رئيس الجمهورية عبد الرحمن عارف. شيوخ العموم جنوب العراق ومن ضمنهم مجبل الوقاع كتبوا مذكرة إلى رئيس الجمهورية. من ضمنها يقول العمل على ما يؤدي إلى الحفاظ على وحدة العراق. يا سلام. والأكراد وكل القوميات الأخرى وتوثيق العلاقة الأخوة الدائمة لأبناء الشعب الواحد بدون تفريق الحقوق. وقالوا أريد أيضا تنهي يعني يصير بها انتخاب المجلس النواب. يا سلام. يا سلام. وهذه أيضا هذا العهد مالهم. فالتاريخ تقريبا حافل بكل الأمور. جدا. أنت استلمت الراية والأمانة من بعد شيخ مجبر الوقاع عليه رحمة الله. الجبور اليوم ما أعرف يعني أحد قدر يحصل جبور بالعراق بالوطن العربي تقريبا. والله بصفتك يعني عاصرت القرنين أنت يعني شاهد على العصر
وشخصية عاشت القرنين يعني من 1941 إلى يومنا هذا، وعاشرت كثير من الأمور. كم تقريبا أجبور يمتدون من زمار إلى الفاو، إلى الفاو في العراق، ومن قراتو جمهور الكراد إلى طريبيل، إلى طريبيل. الله. فتقريبا نسبتهم يعني تقارب نسبة ثلث العراق، ثلث العراق إذا مو شوية أقل، بل موصل تقريبا 50 أو 51%. يا سلام. ثانيا جبور لهم لمسة على الموصل، على الموصل، من سقطة مراكز الشرطة سنة 2004 شهر 11 احنا زجينا للموصل 8000 مقاتل بالدشاديش وأسلحتهم الخاصة، وقضبنا الموصل قضبة قوية، وعطينا تقريبا 1000 بين شهيد وجريح. الله. ثانيا شكلت أول فوج دفاع حتى قبل وزارة الدفاع في غرب القيارة، وبنينا بين قرية وقرية مركز للشرطة، وسوينا شرطة القيارة مديرية، وكان الأمل أنه ناحية القيارة تصير قضاء، وفعلا صدر الأمر لكن تأخر. والقيارة من المناطق العراقية الحيوية اللي تمتاز بالنفط وبالذهب وبالكبريت وبالمعادن الأخرى. الأجبور مشوا النفط من كركوك إلى بانياس، ومشوا النفط من في الخليج، وكان خبرائهم مشوا النفط حتى في أوروبا. يا سلام. وأجبور رجال مقاتلين أشداء، لكن هم أجبور أولا ناس بسطاء ويحبون الكل، ويحبون أن يتواصلون ويا كل العشائر، وما عندهم نظرة زعامة. الله. للش اسمه فشوفوا. وجبور حقيقة من أب وأم واحدة. يا سلام. وجبور تربطهم بالسيدوية مرتين. الله الله. أولا زوجة جبور هي هبرة الشريف بنت شريف حسين اللي ينتمي نسبه إلى الحسين بن علي رضي الله عنه. وزوجت بنت أخوها إلى عبيد الجبور. وبعدين عامر خواله البقارة. يا سلام. ولهذا احنا صرنا سادة من الطرفين. ما شاء الله. فإذا أريد سادة أصير سيدويتين. الله الله الله. والأجبور احنا من قيارة إلى سوريا يسمونها الهياجل. الهياجل. ومن قيارة إلى بغداد البنجاد. طعمة العامر وبنجاد العامر وال... وقبيلة جبور من القبائل اللي امتهنت الزراعة وسكنت ضفاف الأنهار. وسؤال سؤال لماذا سكنت قبيلة الجبور ضفاف الأنهار؟ فالجبور زراعيين وما حد يسكن ضفاف الأنهار غير الفرسان. يا سلام. لأنه يعني كل واحد يريد يأخذ ضفاف الأنهار. جميل. شيخ عبد الرزاق، اليوم هذا الـ يعني وسائل التواصل والإعلام وهذا الأمور، رأيناك في مجلس عزاء قبل كم يوم مع يعني ملا علو هنا في 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 أربيل لهلك الرملي، وعلاقاتك الاجتماعية على كثرة اليوم، يعني أنت حاربك الإرهاب من 2004 وتعرض منزلك اللي يمكن اللي اعتاه هجوم، تمام؟ يعني الحادث هذا اللي الله سبحانه وتعالى نجاك انت وعائلتك منه، يعني الحمد لله على السلامه. أي وعلى اثرها يعني انت يعني، لكن مع ذلك ما تهمك كل هذا المسائل وتروح وتجي وتمشي. يعني دزولي سياره مفخخه شهر السابع 2008 اكبر من قنبله هيروشيما. الله اكبر. 25 دار داير ما دور بيتي وقعت على اهلها، والمضايف مالتي شالتها وش اسمه، لكن الله سبحانه وتعالى رفع فبيا ضمان كسرت. يا سلام. وردنا نعيد حالنا الا انه جاء داعش فاحتل البيت مالي ونهبه نهيبه كامله. الله أكبر. من مكائن زراعيه وادوات زراعيه واثاث وتحف وحقيقه أرشيف سياسي من العهد العثماني لحد الآن. وهذه قسمتنا ويا الجسمة. وهذا دليل على أنه داعش يعني لما هو تنظيم عالمي كبير جدا كلش، ومع ذلك حشد الكرار كان موجود يعني، واليوم حشد الكرار اللي هو بقيادة سكننا عاد
احنا انا الحقيقه للتشكل الحشد كان صدر لنا امر انه الحشد يصير حشدين، حشد شمال غرب نينوى للعجيل شمر، وحشد جنوب الموصل يكون باسمي. وكونت تقريبا 1500 مقاتل، وكانت غايتي انه نشكل فرقه، الا انه جاء احمد الجبوري واخذ زمره، وقسم مجبور راحوا ويا غير ناس، وجاء محمد نوري بدل ما يشكل حشد عشائري في زمار شكلوا في القياره ففرقوا. وهسه احنا عندنا ثلاثه حشود الحقيقه موجوده، هو حشد الكرار. حشد الكرار اشترك في عمليه تطهير القياره والحوض، وهسه هو ماخذ موضع دفاعي في الدندان لنزم الذيل الاداري للجيش. جميل جدا شيخ عبد الرزاق. السياسه والمشيخه في نفس الوقت، يعني تعرف اليوم وانت ذكرت في طيات الحديث انه سبب المشاكل هذه كلها السياسيين، هل تعتقد بأنه العراق إن شاء الله قادر على إنجاب سياسيين أقوياء يخرجون من رحم العشائر؟ يعني أنه إحنا من مثلا من ندخل بالمضايف من يقولون لا تكلمونا بالسياسة لأن بلانا من السياسيين، لا تجيبون طارف، لا تجيبون، لكن مع شخصية يريد نستثمرها ونسألها سؤال، يعني أنه يعني أنت كشخصية عشائرية سياسية، العراق قادر على أن ينجب شخصيات سياسية تخرج من رحم العشائر وتبني العراق وتعيد وحدة العراق؟ العشائر العراقية أو العشيرة هي مؤسسة اجتماعية وسياسية واقتصادية وطبية ودفاعية وكل الأمور المتعلقة، لأن منها الوزير ومنها الجندي ومنها العالم ومنها الطبيب ومنها. فعشائر العراق الآن تختلف عن عشائر السابق. الآن أفراد العشائر كلهم حملت شهادات عالية وأجبور، يعني أنا عندي في عشائر أجبور عدل بن نينوى عالم ذري له تفجير خاص به، وعالم اقتصادي وعالم نفطي، وعبد الجبار الوقاع أخوي كان وكيل وزارة النفط وهو عالم بالكهرباء الموجات القصيرة خليج لندن، طلع أول على الجامعة تندن على العالم. الله الله الله. وبعدين عنده دراسة عن النفط في العراق. ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حبذا لو اجتمع الدين ويا الدنيا. فعشائر العراق هي مجتمعة، جامعة السياسة وجامعة المعركة وجامعة كل الأمور. فقسم من الناس ينظرون إلى العشائر أنه العشيرة فرد عالم جاهل ما يعرف، لكن بالعكس العشيرة هي الدير، وعندما يغيب القانون العشيرة هي القانون. وجاء في سنة 1900 كانت العشيرة هي القوية وهي اللي أمنت الأمن، وعند احتلال العراق العشيرة كانت هي الشايلة السلاح والسم. والحقيقة السياسة إذا نجي نفسرها تفسير هي الكذب، لأنه تنبني على المصالح، لكن تريد عقل يديرها. الشرق الأوسط أو البلاد العربية ينقصها شيئين، العقل السياسي والعقل الاقتصادي، وهذا مفقود. ولهذا إحنا لا استطعنا العرب أن نستثمر ثروتنا، ولا قدرنا أن نستثمر قوتنا، ولا قدرنا أن نستثمر علمنا. ثانيا احنا اللي بعد الاحتلال خربها برايمر. انا اجتمعت ويا برايمر 3 مرات. اها الامريكان اذا بعد 2003 هم سبب البلاوي. هم اللي حيدوا كل الامور وخربوا البنية السياسية، فجابوا ناس مهم سياسيين. واني احشي السنة، خراب السنة قياداتهم وعلمائهم، لانه ما عرفوا يشتغلون. رأسا شهروا السلاح ضد الأمريكي والش اسمه، الأمريكي من دخل العراق ما قال للعالم أنا أدخل العراق، ولا قال للعراقيين أنا راح أدخل العراق، دخل بالقوة وبقوته وبقوة قنابله. والحقيقة الأمريكان ما دخلوا العراق لقلب نظام صدام،
وإنما لتجذير العراق من جذور الأساسية وتحييده عن الساحة العربية والإسلامية والعالمية وتأمين أمن إسرائيل ونهب خيرات البلد. إذا أردنا أن نبني عراق وسياسي، أولا أن يكون النائب تكليف وليس تشريف، وبدون راتب. كان النائب في العهد الملكي ما عنده راتب، وكان عنده مكتب هو يصرف على مكتبه، لا عنده سيارة ولا عنده جسمة. الآن النائب 58 مليون يأخذ، بالإضافة إلى السيارات المصفحة والبنزين والباسبورت الأحمر وسفره بالطائرة على حساب الدولة وعلاجه على حساب الدولة. وهذول النازحين كاتلهم الحر والبرد، لا نار ولا نور. أنا أعتب على نواب السنة ووزرائها، كان المفروض بهم يتبرعون براتب شهري، لأنه من أنطاهم راتب 58 مليون دينار والمكافآت هم هذول الناس. فإذا أردنا أن نجيب دولة رصينة ودولة، نجيب نائب تكليف وليس تشريف، ومن هذا النائب نطلع الوزارة التكنوقراط اللي تمشي على مصلحة البلد. جميل. شيخ عبد الرزاق يقولون بأن الجبور هم حلقة الوصل وهم الجسر العابر للطائفية وبما يحتوي من أكوانات وأطياف. تعرف الجبور الشيعي والسني والكردي والعربي والتركماني كلها يعني تنضوي تحت هذا الإمارة، صحيح هذا الكلام؟ أولا قبيلة أجبور قبائل الآن، قبائل يعني تقريبا بحدود الخمس قبائل، خمس قبائل عدا العشائر الغير منضوية بقبيلة. يا سلام. فأجبور بيهم شيعي وبيهم سني وبيهم كردي وبيهم تركماني وربما حتى مسيحي. والعشائر العراقية الحقيقة جذور ثيل، ما تقدر تفصل جذر عن جذر، لأن خال وابن أخت وكل متساوية. فكل العشائر العراقية عشيرة واحدة. جميل جدا. أكو مؤتمر عام يجمع قبيلة جبور؟ لو صعب جمع الجبور على اعتبار أنه يعني جواب يعني لله ثم للتاريخ هكذا يقولون بصفتك شاهد على العصر وعصرت القرنين هكذا. جبور أني من وعدي اتوحدوا بس في سنة 1947 عندما وحدهم لأنه كانت النيابة بالموصل خاصة بأهل المدينة، فمجبل الوقاع كان شاب دخل السياسة وحتى اشترك في ثورة رشيد علي الجيلاني وكان مسؤول عن الجيش. وجمع جبور جمعوا وقرروا أن يسوون مجبل الوقاع نائب، وفعلا سووه مجبل الوقاع نائب بالرصاص الأحمر، وبقي نائب محد الجاسر أن يدخل وياه إلى سنة 1958. فكان كلام مأثور للشيخ سميط العويد من شيوخ البنجاد. الله الله والنعم. قال الجدي علي الوقاع قال له أبو مجبل استثمر جبور في الوقت الحاضر، لأن إذا صار بصابعهم وسخ رايح كلهم يتكومون عليك. وفعلا بس 57 رشحوا منهم 16 واحد. وحقيقة يعني بانتخاب الأول المجبل الوقاع العبد ربه ما انتخبوا ويانا، انتخبوا مغاصلة، والمنصور أيضا ما انتخبوا ويانا وكانوا معارضين ولحد الآن. لكن الفضل الجيد في بيت الشعر في حمام علي الانتخابات الأولى أم أولاد العطله، جت للبيت مال الشعر قالت لهم بالحرف الواحد إذا لم يطلع مجبل الوقاع نائب أقص الديس رضعته. الله أكبر. فكان كلام قوي جدا. وبيت العطله بيت مشهور وبيت خير وبيت يعني حقيقة أحمد العطله كان رجل فاهم، وخلف العطله كان رجل شجاع، وكل الأولاد وعدهم أولادهم وسعت تبع مالهم باسم قسم منهم دكاترة وقسم علم. نعم وقسم نعم تحية. وأجبور البنجاد، البنجاد كان لهم الحظ الأوفر. يعني جدي علي الوقاع بنى بيت شعر بحمام علي بال 47 وجاب غنم وجاب
كان مخامر من هذا الخشب اثنين، واحد بيدبس وواحد بحلاوة وواحد بطحينية والخبز لكن آخر يوم الانتخابات أكو وادي مرعي إذا تتذكروا، هذا امتلأ رشاشات وزلم من البوجاد، وأنطوا إنذار للموصل، حكومة الموصل قالوا إذا ما يطلع النائب مالنا إحنا ثاني يوم نحتل الموصل. وفعلا طلع مجبل الوقاع بالرصاص الأحمر وبسطوة الجبور، لكن مع الأسف بالأخير قسم منهم صارت عندهم مادة وقسم الآخر أخذ لهم، وسوينا عدة اجتماعات لكن ما طلعنا بنتيجة لأنه إحنا كنا من أب واحد وأم واحد وبيت الواحد الأخوة يتناحرون بيناتهم، يتناحرون فيما بينهم، فإحنا يرادلنا صفنا ويا نفسنا جميل. خاطر ويرادلنا نكران ذات ويرادلنا نكران الأنا، الباب يوسع واحد الله. من نجتمع عليه 10 ما نقدر نفوت، لكن غير يفوت ويملجوا ويطلع، ولهذا تشوف العشائر الأخرى هي. لكن أجبور مع ذلك أجبور ملحت القاع ووطنيين. أيوة والله ووطنيين يا سلام، يعني يقدمون الوطن على مصالحهم الخاصة. الله الله جميل. وبيهم الشيم علاقة الأجبور مع العشائر بشكل عام يعني علاقة قوية جدا. جميل. قوية جدا، وأكو تواصل ما بين جبور الشمال وجبور الجنوب. الله الله. وإحنا دائما نتواصل، ومو بس إحنا نتواصل ويا ربعنا بيت الدانة وبيت المخيف والبيوت الجبور الأخرى، لكن نتواصل ويا العشائر الأخرى. أنا هسه الموبايل مالي كل شيوخ العشائر الغير جبور أنا وياهم مشترك. المخرج يقول لي ظلن 4 دقائق أو 5، يعني عذرا على هذا السؤال، لكن تواصل شيخ عبد الرزاق المجبر الوقاع أبو حاتم مع خلنا نقول أبناء عمومته وأبناء ديرته، لك صفحة على الفيس، لك صفحة على تويتر، يعني من باب أنه الناس حتى تتابع أخبار شيخ عبد الرزاق. أنا أحد متابعيك على الفيسبوك حقيقة، وأرى مناشيرك فيما لو يعني دهم خطب أو حدث أمر، شفت لك يعني تعازي على لهنا شمر من وفاة شيخ محسن العجيل، شفت لك يعني كلمات أيضا توجه بها لجنة الأمن والدفاع. نعم. هكذا كتواصل يعني شيخ عبد الرزاق، هل الإعلام ظلم شيخ عبد الرزاق المجبر الوقاع أم أنه يعني كيف؟ والله الإعلام الرسمي لا، الإعلام الرسمي لكن لا، لكن إعلام اللي من العشيرة كان إعلام باتجاه معاكس، باتجاه معاكس، لأنه أني حقيقة أني هسه برقية موجودة مال كشيخ عشير سني بالمجلس الحكم ما رحت ولا تابعت، وحقيقة للتاريخ دزوا عليه السفارتين الأمريكية والإنجليزية الرئاسة الجمهورية، فما قبلت لأنه كنت أفضل أن أكون مدافع عن عشيرتي وعمومتي ومدافع عن العراق، وما ردت أكون في الساحات الخضراء. الله 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 الله. ما تبقى من الوقت رسالة توجهها لها لك جبور للجيل هذا اللي خلنا نقول جيل التسعينات الألفين، اللي أنا التقيت بلقاء عجبني حقيقة حتى أيضا أنقله لك، التقينا بدكتور عمر الكندري اللي هو القنصل العام لدولة الكويت، وتعرف أحداث العراق والكويت في 91، قال هي أحداث خلنا نقول سياسية وراحت بوقتها، الجيل اللي جاء اللي ما بعد 91 إجا ما هو ذنبه فيما يخص يعني الدولتين؟ لماذا يعني السياسيين يريدون أن يجعلوا حروب اليوم جيل 91 إلى 2017 قرابة 27 سنة أو تزيد؟ ماذا يقول الشيخ عبد الرزاق المجبر الوقاع أبو حاتم لهذا الأجيال، لهذا الجيل، رسالة تبقى خالدة على مدار التاريخ؟ والله أنا أوجه رسالة عامة يعني كلامي إلى كافة الأجيال وخصوصا الطبقات المثقفة منهم والشباب. جميل. أن أولا يواكبون العمل الوطني ويكونون وطنيين ويدافعون عن وطنهم بأغلى ما يمكن. ما شاء الله. الشيء الثاني أن تترك الأنا وتجتمع الأيادي. يا سلام. كلما اجتمعت الأيادي كل ما حصلنا. وأني أتوجه إلى المسؤولين الله. أن يكفوا عن المناكفات والسياسات الغاشمة. والعراق لا يحتاج إلى كتلة كبيرة ولا كتلة صغيرة، ولا يحتاج إلى محللين سياسيين وعسكريين. العراق يحتاج إلى وطنيين ينقذون العراق مما أصبح فيه، لأنه العراق الحقيقة هو وردة العرب ووردة الشرق الأوسط. والعراق الله أنعم عليه، وأحد الكتاب
اليابانيين قال الله أنعم على العرب بنعمتين، نعمة الصحراء ونعمة المعادن، ما شاء الله. لكن إحنا ما استغلناه. وتوجه بالشكر الجزيل لكم وإلى قناتكم وإلى وتوجه إلى الشباب، الشباب الشباب والشباب هو قائد الصولة، الله الله الله، وهو اللي يقود إلى الطريق اسمه. وإلى المثقفين، العراق يحتاج مثقفين ناكرين الذات، ويحتاج إلى ناس لا تنظر إلى المكاسب المادية، وإنما يجب أن تنظر إلى المكاسب المعنوية وإعادة العراق إلى ما كان عليه. وأني واثق أنه العراق يرجع حتما. إذا رفع عنه الضغط إن شاء الله. وأتمنى لكم التوفيق. جزاك الله خير. طبعا إحنا هذا اللقاء ما كفه، عندنا كثير حقيقة في جهودنا الكثير، لكن بحكم أنه إحنا اليوم بضيافة كاكا مسعود على اعتبار أنه في أربيل، بحكم أنه هذا الهجمة الشعواء ما بعد داعش، ولك علاقات أخبرتني علاقات خاصة مع يعني الزعيم مسعود البرزاني، وبيناتكم زيارات ولقاءات يعني اليوم كثير من كأنما أنه ما يعني ما معناه الخير قادم إن شاء الله تعالى، شاء الله. على اعتبار أنه هذه كلها ستزول إن شاء الله. طبعا احنا سجلنا اللقاء يا جماعة الخير بتاريخ 3/8/2017، يعني هذا الخميس إن شاء الله تعالى، وهذا اللقاء الجميل واللي أشبه بالمباشر، لكنه الوقت دائما يسرق منا الكثير من الأسئلة. ولم يكن في هذا المجلس عيب إلا عيب واحد كما تقول العرب، لم يكن فيه من العيب سوى أنه مر كلمح البصري. شيخ عبد الرزاق أنا جدا ممنون حقيقة ومسرور جدا بهذا اللقاء اللي يعتبره لقاء رقم واحد، حتما لقاءات أخرى وبديارنا ومضايفنا ونسمع الأخبار الأكثر والأكثر، لكن الوقت انتهى، الوقت انتهى. أنا أشكرك جزيل الشكر. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر اللواء الشيخ واللواء وأمير وشيخ عام قبيلة الجبور في العراق، جمع المشيخة والسياسة والعسكر، وفي جعبته الكثير من الأسرار العسكرية، لكن دائما الوقت يسرقنا. إن شاء الله في حلقات أخرى وجلسات أخرى وأماسي أخرى يحدثنا الشيخ عبد الرزاق المجلول وقاع على كثير من الأسرار والأخبار، وما عنده أسرار والله، لكن الإعلام دائما مثل ما قال. انتهت هذه الحلقة، ألتقيكم في حلقات أخرى. أشكر الفريق الذي رافقني في هذا المكان وهذا المضيف الكبير أنمار الفراتي ومثله نوفل الجوعاني، حتى ألتقيكم في حلقة أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الرزاق جزاك الله. We'll be right back.